الملايين من أبناء الشعب اليمني الأبي في جمعة إن للمتقين مفازة لتجديد تأييدهم للشرعية الدستورية ورفضهم للفوضى والتخريب. فبعد أن أدى الملايين صلاة جمعة إن للمتقين مفازة في ساحة ميدان السبعين بأمانة العاصمة وفي الساحات والميادين العامة في كافة محافظات الجمهورية، توجهوا في مسيرات ومهرجانات حاشدة للتعبير عن موقفهم الرافضة لكل جرائم قتل المواطنين واحتلال الأحياء السكنية وقطع الطرقات وإثارة الرعب. ورفعت المسيرات والمهرجانات شعارات الرحيل للمتآمرين والعملاء والجبناء، الرحيل لقطاع الكهرباء والطرق ومقلقي الأمن والاستقرار، فليرحل المحتل للأحياء السكنية، الخزي لمن يخيف المواطنين ويقلق أمنه، العار لقطاع الطرق والكهرباء فلتخرس ألسنة العملاء المتآمرين. وردد المشاركون في المسيرات لن نسمح للحاقدين والمتآمرين المساس بالوحدة والجمهورية والديمقراطية، لن نسمح بأن يفرض علينا الإخوان المسلمين والناصريين والاشتراكيين والحوثيين أجندتهم وتناقضاتهم، لا مجال للمساومة في المبادئ ولا مكان للعملاء والمتآمرين. وعلت أصوات الجماهير الحاشدة من كل ساحات جمعة إن للمتقين مفازة، ثابتون ثبات الجبال الشامخة، سنحافظ على مكاسب ثورة سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من مايو المجيد، شعبنا اليمني سيفشل المؤامرات الانقلابية مثلما أفشل المؤامرات ضد الثورة والوحدة، حماة الثورة سبتمبر وأكتوبر والوحدة سيظلون رموزا شامخة وثابتين على المواقف. كما رفعت المسيرات والمهرجانات لافتات لا للتمترس خلف المواطنين ومساكنهم، لا للتعسف بالمواطنين والاعتلاء على منازلهم، لا للحاقدين الماكرين الجاحدين، نعم للشرفاء الأوفياء للمبادئ والقيم، فليرحل من يقطعون الكهرباء، فليرحل من يهدد الأمن والاستقرار. وأكدت الحشود الملايينية تمسكها بقائدها وباني نهضة اليمن الحديث فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومساندتها لرجال الأمن والقوات مسلحة في محاربة أعداء الوطن والحرية والجمهورية وحماية الوطن من كل المؤامرات الساعية لجر أبناء اليمن الواحد للاقتتال والانقسام والزج بالوطن في أتون الفوضى والتخريب. كما عبرت المهرجانات والمسيرات عن تمسك غالبية الشعب اليمني العظيم بالنهج الديمقراطي الحر من خلال الاحتكام لصناديق الاقتراع الذي يضمن للشعوب ولكل مواطن الحرية المطلقة في انتخاب قيادته الحكيمة، القيادة المرغوبة لدى الشعب، القيادة المحبة لوطنها وشعبها قولا وفعلا. ومع ذلك فهي عبارة عن عناصر انقلابية خائنة تحاول السطو على السلطة بقوة السلاح وعلى نهر من دماء الأبرياء. وجددت جماهير جمعة إن للمتقين مفازة الدعوة لأحزاب اللقاء المشترك وأنصارهم إلى احترام إرادة الشعب اليمني المؤيد للشرعية الدستورية والعودة إلى جادة الصواب والقبول بالحوار كونه الوسيلة والسبيل الوحيد لإخراج اليمن من أزمته الراهنة وإنهاء الاعتصامات والكف عن أعمال العنف والفوضى وقطع الطرقات والاعتداء على الكهرباء ووضع حد للأعمال التخريبية والاعتداءات على المرافق والمنشآت العامة والخاصة.